في الجبهة الاجتماعية ظروف صعبة تكبدها عائلة شيخاوي محمد بمدينة المسيلة المتكونة من 5 أفراد بعدما وجدت نفسها مرمية في الشارع ومشتتة بين الأهل والأقارب. تقرير عبد الحليم بلال. عائلة شيخاوي محمد بمدينة المسيلة كتب عليها الشقاء من أجل البقاء لحماية أفراد الأسرة المتكونة من 5 أفراد. محمد بات لا يلتقي أبنائه وزوجته منذ أن تم طرده بالقوة العمومية من مسكن كان يؤجره بحي 5 جويلية ليجد نفسه وأفراد عائلته في الشارع دون مأوى. كنت كاري من 2015 اليوم إلى هذه النهارات هذو صار فيها أمر قضية حكم وخروج القوى العمومية. خرجت لي قشي طيشت لي برا بدون أي تفكير ولا بدون أي حساب. التشرد والضياع أجبر الزوج والابن على العيش عند الأقارب، أما الأب وأبنائه فكان مصيرهم الشارع. المدام راهي ديفوا عن طفلة ديفوا عند مدخلتها هنا في شبيليا. وليداتي راهم عند صحابهم ثاني كثر خيرهم ربي يحفظهم إن شاء الله، هم يطايشوا ثاني عندهم. هذا الامر هذا راه عندهم لو 26 صافي رانا في شهر لا حياه لمن تنادي. عنده دوكا اشهر ولادهم ما يتلاقاش مع بعضهم، خلاص ولادهم ما يلقاهمش نهائيا. لحقت للدرجه تشردوا العائله تاعو راها متشته، قشوا راه في كراج، مرتو ديفوا عند بنتها وديفوا عند وحده فاميلتها. هي اذا وضعيه انسانيه قبل ان تكون اجتماعيه تتطلب من المسؤولين التدخل لانتشال هذه العائلة من الضياع.